في المخالفة لصالح منور منغني المدافع الأيمن في تشكيلة الهلال بعد مرور نصف شوط. لحد الآن ما زال التعادل 0-0. كرة العالية خطير فيها عناصر فريق الهلال السوداني مرفوعة بشكل جيد. كرير يخرج جول. الحكم قال خطأ لدفاع النجم، وإلا كان الخطأ فادح من دفاع فريق النجم الساحلي. هاي اللعبة هنا خطأ، صفر حكم المباراة ويرفض هدف تيتي. بعد هذه الكرة العالية يوسف أبو ستة ارتقى فوق الجميع، الحارس لم يكن موفقا في التقاط هذه الكرة ورفض الحكم في نهاية المطاف هذا الجول. كرة على الجهة اليسرى لصالح غادي عبد الرزاق من عند زياد بوغطاس، وليس الرياض كما قلت منذ حين معذرة. رجعت مرة ثانية شياب بن فرج، زياد بوغطاس من هناك على الجهة اليمنى. شكر أيضا وصول من نبهني لذلك طبعا من الإخوة المتابعين لفريق النجم.